الله معكم اخوتي، سلام الرب يسوع بقلوبكم. في قصة بتقول انه مرة اجتمعوا الشياطين وعم بيشوفوا كيف بدهم يبعدوا الشعب عن الكنيسة، ما يخلوا يروح على الكنيسة. فكل واحد صار يعطي رأيه من الشياطين. واحد قال لهم، رفع ايده واحد متوسط العمر بين الشياطين، قال له منقول للناس انه مش ضروري تآمنوا، يسوع المسيح مش حقيقي. رفع ايده واحد تاني قال له لا، نحن عم نقدر انه نقول انه فرحوا انتم بشبابكم وشبتكم هلا، ويسوع المسيح هو نبي منه ابن الله، كمان ما توافقوا عليه. صار كل واحد يعطي فكره انه هيدا كذبه، شو بدكم بهالشغله ومش مزبوط ولهيهم بعده امور. هنيك شيطان اخبث واحد فيهم قاعد هيك بالزاويه، بيرفع ايده، بيسكتوا كلهم، بيقولوا أنا عندي فكرة كتير منيحة نعملها مع البشر. قال له رئيس الشياطين شو هي؟ قال له منقول للناس يسوع هو ابن الله مظبوط، ويسوع هو المخلص، وبدون يسوع ما في خلاص، ويسوع هو الطريق لله ولخلاص النفوس. كل الشياطين رفقاته صاروا يطلعوا فيه انه شو عم يحكي، هذا شو جن يعني؟ قال له منقول انه هو يسوع هو الحقيقة، وهو الألف والياء، وكل تعاليم الكنيسة مظبوطة، وكل تعاليم الآباء مظبوطة، هو ابن الله وهو له السلطة الكاملة على كل شيء. بس بعد بكير، ما تروح هلا على الكنيسة، بعد بكير، انطر حتى تختير، حتى تكبر، عيش هلا حياتك. يسوع هو مظبوط، هو ابن الله، هو خلاصك، بس بعد بكير. شو بدك هلا تروح؟ شو بدك تعمل؟ هيك قال الشيطان، وهيك توافقوا كل الشياطين على هالموضوع، وانتشروا بين البشر يفوتوا على فكرهم وعقلبهم هيدي الفكرة. بعد بكير اخوتي، مش بعد بكير، لانه ما حدا منا بيعرف متى يأتي السارق. نحنا كمسيحيين مش بكير ابدا، ما في وقت. نحنا كمسيحيين بنؤمن بربنا يسوع المسيح، بنروح على الكنيسة كل نهار احد، علاقتنا بربنا يسوع المسيح بتكون 24 ساعة على 24 ساعة، بالصبح وبالليل وبالنهار وبأي يوم من أيام الأسبوع، ومش بكير أبدا. أيها الإنسان، اذكر الله أيام شبابك. انتبهوا أخوتي، وخلينا ننتبه كلنا منيح إنه مش بكير أبدا. بأي دقيقة أنا ممكن غادر هيدي الحياة، فمش بكير. سعى لخلاصك من هاللحظة، ملك يسوع قلبك من هاللحظة، ومش بكير. بنروح هلأ على الكنيسة، ممكن هلأ بعلاقة مع ربنا يسوع المسيح. ما تأخروا أبدا، وما تردوا على الشياطين أبدا. خلوا ربنا يسوع المسيح بقلبكم وبعقلكم.